اها يخرب بيتك شو هاد؟ ما انتك رايحة على شي عرس؟ لا عرس شو؟ رايحة على السوبر ماركت جيب اغراض. يا حبيبتي صدقتك وبدك تروحي بهالكعب؟ ايه وين المشكلة يعني؟ عيب اذا الواحد تأنق شوي ولا بس انتي بيطلع لك تلبسي كعب؟ هيك لكان، بس شو هالصدفة الحلوة لأنه من شوي شفته لغسان، هو كمان مثلك كان مزبط حاله على الآخر، هو كمان رايح السوبر ماركت؟ ليكي ياسمين، ديري بالك، الرجال مالهم أمان، وإذا كنتوا بتحبوا بعض احكي حبيبتي لا تخجلي. أمل أنتي بلشتي تخبصي بالحكي، قعدتك مع هيام بلشت تنزعك، صرتي أضرب منها. ليش ما بدك تعترفي إنك حبيبتي؟ أكيد خايفة إني أسرقه. أي هالمرة ما رح تزبط. غسان عازمني على العشاء. لا، على مطعم كتير راقي. انبسطتي هلا؟ ما كنت حابة احكي هالشي قدام حدا، بس انتي ما تركتي لي مجال. نحن الاثنين وما معنا حدا، بدنا نتعشى لحالنا. ايه فهمت. يلا بالاذن. تعي خلينا نشوفك. ايه روحي وانبسطي. يا شكرك طبي موتي. ان شاء الله بتوقعي وتتفشكلي. اهلا وسهلا استاذ. اهلين فيك. حابب تطلب شيء؟ بعد شوي بنطلب العشاء. يسلموا. شكرا. اهلا وسهلا. مساء الخير جمانة. شكلك ما انبسطت ابدا بشوفتي. لا بس ناطر حدا. لا تاكل هم، انا كمان مو لحالي. انت وابي لساتكن ورا القصة القديمة ما هيك؟ هاي ليك قلتيها لحالك، الموضوع بيني وبين ابوكي. ايه وان شاء الله قدرتوا توصلوا لشي. حاليا لا. ولأمتى رح تضلوا عم تدوروا؟ ما تعبتوا؟ انت خايفة اذا عرفت الحقيقة لحصتك من الورثة ما هيك؟ لا بس انا قلقانة وخايفة على ابي، هو عم بيحاول انه يخبي عني القصة، بس هو كتير تعبان ومرضان بهالفترة، بدي اياه بقى يطلع من اوهام الماضي، حاجته تعب. انت بتعرفي منيح انه ابوكي ما عم يلاحق اوهام، هاي الحقيقة. وشو رح تفرق معكن إذا عرفتوا الحقيقة؟ ما رح تقدروا ترجعوا شي مثل ما كان، بالعكس رح يتذكر اللي صار ويتعذب. برأيك هالشي رح يفيده؟ لهيك حاج تستغل أبي غسان بكفي. أنا بحياتي ما استغليت حدا بنوب. بعدين حتى لو انسحبت من القصة أبوكي رح يلاقي حدا غيري. عم بحكي كرمالك أنت كمان، مالك حاسس إنه لازم تتجاوز القصة؟ انسى وعيش حياتك بقى. أهلين مدام، شرفتي. مساء الخير. أهلين فيك. أنا معزومة على العشاء هون يعني، وعم دور وين قاعد رفيقي. هي أول مرة بنطلع مشان نتعشى، يعني هي مو أول مرة بنلتقي فيها ونطلع سوا، بس أنا قصدي طلعنا مرة على السينما وهونيك قعدنا وأكلنا توست، بس بعدين طلبت معكرونة وما استفدت من حكي المجلة. أوف. مو مشكلة مدام، بس قليل الحجز باسم مين؟ لا تواخذني، أخذني الحديث ونسيت. Thank you.
ليش هيك عمل فيه؟ صار لي من الصبح عم ظبط بحالي، أنا ليش هيك معترة وما بتكمل معي ليش؟ خلاص القصة صار لك كذا سنة، شيلها من بالك وانساها غسان، ما تعبت؟ بلش حياتك من جديد. فهميني امي، فهميني شو صار معكم؟ مشان الله احكي لي شو القصة. لك امي مشان الله احكي لي، من وقت اللي اجيتي وانت عم تبكي. بنتي غسان كان عم يضحك علي، كان يخوني مع وحده تانية، ليش عمل فيني هيك؟ ليش يا ربي ليش؟ يا الله شو؟ لا تزعلي. طب هاش تبكي، أصلا هو الخسران. أنا معترة، كلهم عم يخونوني، فتت على المطعم وشفته مع واحدة، والخانوم كانت أخذة راحتها على الآخر قاعدة بلزقه وعم تحكي هي وياه. لك بس بدي افهم ليش عزمني، لك ليش عزمني؟ مش هنشوف هالمنظر مثلا؟ يا ربي دخيلك، ليش هيك بيخونوني وعم يتركوني يا ديما؟ حاسه حالي غبية كتير. لا امي لا تقولي عن حالك غبية، هو الغبي اللي ما عرف قيمتك. وحاش تبكي، خجلانة من حالي، صار لي من الصبح عم جهز حالي مثل الجدبة، وقوم فجأة بشوفهم سوا عم يضحك علي وماني حاسه. خلص ماما، عم يتصل فيني، مستحيل رد عليك، مستحيل. نو نو نو. بعتذر منك بس مضطر امشي فورا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.